من فترة كده أختي جابت العصفورتين دول، وكان عندي مشكلة مع القفص بتاعهم لأنه ضيق جدا وصعب عصفورتين يطيروا أو حتى يتحركوا فيه بسهولة. إزايكم؟ أنا عاصم كمال، وفي الفيديو ده هوريكم إزاي عملت قفص كبير من الخشب والأكريليك الملون. الهيكل بتاع القفص ده معمول من أعواد 2 في 3 سنتي، فروحت اشتريت 3 ألواح موسكي بحوالي 345 جنيه. زبطت الفنس بتاع منشار الطاولة على 2 سنتي وبدأت أقص الأعواد بتاعة القفص. بعد كده هبدأ أقطع 8 أعواد اللي هم القوايم اللي ارتفاعهم 1.30 سنتي، والقوايم دي هتجمع مع العوارض بطريقة اسمها هاف لاب أو نص على نص. فعلمت في القوايم دي الأماكن اللي هقصها. بدأت بعد كده أقص العوارض اللي هتمسك القوايم دي ببعض، وقصيت فيها برضو أماكن التجميع. وبكده الخشب بتاع الأربع أجناب اتقطع، وفاضل إني أحفر في كل جنب المكان اللي هيبات فيه الخشب المتركب فيه أكريليك. فعلمت الأماكن دي وبدأت أحفرها على ترابيزة الراوتر. وخدت كل جنب بعد كده وبدأت أغريه وجمعه ببعض بمسدس مسامير. جمعت الأربع أجناب مع بعض بشكل مبدئي كده علشان أشوف شكلهم عامل إزاي، وخدت بعد كده المقاس النهائي للباب اللي هيبقى موجود فيه باب صغير علشان ما نفتحش الباب الكبير لو عايزين نعمل حاجة، وباب تاني عشان نقدر نوصل للأكل ونغيره بسهولة. فقطعت الحتت اللي هتعمل الباب، وكان تجمعهم أشبه بالبازل لأنهم كذا قطعة ومحفور فيهم في أماكن مختلفة. وجمعتهم بنفس الطريقة اللي جمعت بيها الأجناب. وجبت مفصلات وعلمت مكانها وبدأت أحفر لها بالأزميل. كده الباب خلص وفضل الالواح اللي هيركب فيها الاكريليك الملون، ودي هتكون عباره عن لوحين متقطعين ليزر ملزوقين في بعض. اللوح اللي جوه الفتحات اللي فيها هتبقى اكبر شويه من اللي بره علشان قطع الاكريليك تبات فيه. فصممت الالواح ورحت مكان اسمه كيتشن ميكر سبيس علشان اقطعهم على مكنه الليزر، والمكان ده ليه اكتر من فرع في كذا مكان، فهسيب لكم لينك صفحتهم في الديسكريبشن. خلصت تقطيعي وخدت كل اللوحين وبدات اغريهم والزقهم ببعض. وعقبال ما ينشفوا جبت الأجناب اللي عملتها وبدأت أصنفرهم وأصبغهم بصبغة رقم 7 ودهنتهم بعد كده سيلر، وكنت بدهن الصبغة بزيادة وبعد كده أشيل الزيادات بحتة قماشة.
جبت بعد كده الباب بتاع الاكل بعد ما اتصبغ، وقصيت حتتين اكريليك على قد الفتحات بتاعته، وبدات اغريه واجمعه. وجبت الاربع الواح بتاعت كل جنب وكمان الاكريليك اللي هيركب فيهم، وبدات احط كل قطعه في مكانها علشان اثبتها. وكان قدامي طريقتين لتثبيت القطع دي في مكانها. اول طريقه هي مسدس السيليكون، لكن الفينيش بتاعه ما كانش حلو وكان بيخرج من مكان. والحل التاني هو التي اي جلو، وده كان انضف بكتير من السيليكون. والنوع ده من اللزق بيستخدم عن طريق انك بتحط السائل اللي في الانبوبه ده على ناحيه، وبترش الاسبريه على الناحيه التانيه، وبمجرد ما بتحطهم على بعض بيلزقوا في خلال ثانيتين او ثلاثه. ودي ميزه وعيب في نفس الوقت، علشان لازم اكون مركز قوي وانا بلزقه، لانه بينشف بسرعه كبيره، ولو غلطت وانا بلزقه بيبقى صعب اشيله. بعد كده جبت سلك الشبك ده، المتر منه كان بحوالي 17 جنيه، وبدأت أثبته بالدباسة. وركبت الألواح في مكانها وثبتها بمسامير سن صاج. والاكريليك الملون كان شكله هو متركب حلو جدا وشيك. خدت الاربع اجناب وبدات بواحد التخرير المائل اعمل اخرام في العوارض علشان اجمع القفص ببعضه، وصبغت مكان الاخرام علشان ما تبقاش باينه، وبدات امسك الاجناب ببعضها بقمط واثبتها بالمسامير بتاعه واحد التخرير المائل. بعد كده قلبت القفص وركبت عود خشب بالعرض، وقطعت حتة سلك وثبتها بالدباسة. وركبت عود خشب بطول القفص يمين وشمال علشان يشيل الدرج بتاع الفضلات. والدرج ده عملته عن طريق اني جبت نص لوح MDF بخمسين جنيه ملزوق عليه طبقة فيرومايكا، وقطعت حتة منه على قد القفص، وعملت له هيكل كده من بواقي كونتر طبقات، وثبته فيه من تحت بغيره ومسامير. وجبت عود من نفس الخشب بتاع القفص وركبته فيه وصبغته. وثبت عودين كمان علشان يشيلوا سقف القفص وكمان البيتين بتوع العصافير. وناويين نجيب جزء عصافير تاني للقفص، فهعمل بيتين مش بيت واحد. وصممت البيت على سكتش اب، ورعيت فيه انه يبقى فيه فتحه في السقف علشان لو عايزين نشوفهم باضوا ولا لا، وكمان في الجنب علشان نعرف نوصل للبيت. فخدت الفايل ورحت قطعته بالليزر وبدات اجمعه. وكان المفروض ان اعمل الاجناب اللي بتركب في بعض بالطريقه دي، لانه كان هيبقى اسهل بكتير من اللي انا بعمله دلوقتي. جبت قطعتين خشب وبدأت أثبتهم في الأجناب بتاعة البيت. وثبت حتتين كمان في القفص علشان يشيلوه. وركبت بعد كده الأكريليك في السقف بتاع البيت. جبت فرع شجرة وقصيت منه حتتين علشان أركبهم في مدخل البيت علشان العصافير تقف عليه. وجبت لوح فنلندي حالته كانت سيئة وفي حتت مكسرة، فاشتريته ب 80 جنيه وقصيت حتة على قد السقف، وبدأت أعلم الأماكن بتاعة سقف البيتين، وكمان فتحة زيادة في السقف علشان لو عايزين نعمل حاجة جوه القفص، وثبت لزق على أماكن القطع علشان الخشب ما يشلعش، وقطعت مكانها.
وقطعت بعد كده القطع اللي هتبقى أبواب الفتحات اللي عملتها، وبدأت أثبت فيهم مفصلات وإقفال. والإكسسوارات دي كلها جبتها من فرج سمعان في الرويعي في العتبة، وأسعارهم كانت من جنيه لخمستاشر تقريبا. وبنفس الصبغة دهنت السقف بالأبواب. شلت طبقة الحماية اللي كانت على الأكريليك من جوه، وبدأت أثبت السقف في مكانه بمسامير سن صاج. وكان عاجبني قوي شكل الشباك الصغير بتاع البيت بالإكسسوارات اللي فيه. جبت أطباق الأكل دي وشلت العصاية اللي طالعة منها، وبدأت أقطع مكانهم في حتة خشب كونتر طبقات وصبغتها. جبت فرع خشب وقطعت منه حتت وخرمت في الرف بتاع الأكل، وبدأت أثبت فيه أفرع الشجر علشان يقف عليه وهما بياكلوا. وثبت الرف نفسه بمسامير وحدة التخريم المائي. وجبت السقايتين دول وثبتهم في مكانهم بحتة حبل، وركبت لهم برضو أفرع شجر علشان يقفوا عليه. وجبت كمان 3 أفرع كبار وركبتهم في القفص على 3 مستويات علشان يقفوا عليه. وجبت الأربع عجلات دول من فرج سمعان برضو، وكانوا بحوالي 20 جنيه، وخرمت لهم في الأرجل بتاعة القفص وثبتهم. وركبت الإقفال في الباب بتاع الأكل والباب الصغير، وثبت الباب الكبير بالمفصلات بتاعته في القفص. وبكده نكون خلصنا. لما كان حد بيسألني إيه مشروعك المفضل في الحاجات اللي عملتها، ما كنتش بعرف أحدد، بس النهاردة أقدر أقول لكم إن القفص ده هو مشروعي المفضل، وكانت لحظة حلوة قوي وهما بيخرجوا من القفص الضيق ده لمساحة أكبر. أتمنى إن القفص يعجبهم زي ما عجبني، وأتمنى إنه كمان يكون عجبكم. وبما ان ده اخر فيديو في 2021، فحابب اشكركم على الدعم بتاعكم خلال السنة دي. ولو لسه بتتفرج لحد دلوقتي، فما تنساش تعمل لايك وشير، ولو على يوتيوب تعمل سبسكرايب.